السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيه شخص اسمه حسني توفيق، مرحبا بك أخي. يطرح سؤال: خويا راها كراتويك، كيف نردها بترا؟ وبمعنى آخر: أخي اللعبة مجانية، فكيف أعيد اللعبة مثل ما كانت في السابق بالنقود؟ العملية سهلة، أولا تذهب إلى بلاي ستور، تبحث على سكور ماتش، تضغط على سكور ماتش، والآن تراسلهم على هذا الايميل support@ftgame. تختار، انا عندي 2 ايميل، اختار جيميل، ثم تكتب هنا ما تريده. مثلا اكتب ان باللغة الانجليزية يستحسن ويمكن ان تستعمل جوجل ترادكسيون كي تراسلهم. تكتب: السلام عليكم، محتاج انا ان اعيد اللعبة مثل ما كانت، وتبعث بهذا الزر الموجود هنا، تضغط ارسل وتنتظر يوم، على اقصى تقدير راح يردوا لك اللعبة مثل ما كانت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.